المشكلة بين بيكي ورغدة كيميجان وقصف غيت مروان وأبو الروب وأنس الشايب يعتذر لجمهوره بسبب هذا الأمر. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر بيكي التي قررت الرجوع إلى دبي لحضور إيفنت مهم، لكن محاولة رغدة كيميجان في إبقاء بيكي في الأردن متواصلة ووصلت إلى حدود إرغام بيكي بالبقاء في الأردن بالقوة. أعطوني رأيكم بالتعليقات حول هذا الخبر. بيكي هلأ بالطريق للمطار واجعها خبر انه في اشي بدبي تأجل، هي كانت راجعة عشان هذا الاشي وتأجل هذا الاشي، فانا عم بقنعها تلف وترجع وتيجي تضلها عندي عبين ما ترجع تسافر. فبليز ابعتولها هلأ انه بيكي ارجع بيكي ارجعي عشان تقتنع، لانه هي يعني بين وبين انه بدها ترجع وما بدها ترجع بسرعة هلأ اقنع تصنية. بعد شوية بس نشوف المطار ورغدة تحكي لي لا بيكي ما تمشيش لدبي ما ترجعيش، حطيتوني في موقف يعني لازم ناخذ لحظه استنى سامي لازم اما عمر وسامي خططنا خطوا يحكلموا في تليفون قالوا اخطفها روح بيها بس اخطفني يعني. وحفلة انس الشايب وصل صداها الى اليوتيوبر ابو الروب، وطبعا ابو الروب من الضروري ان يعطينا رايه بالموضوع. وكان رد ابو الروب حول ظهور نارين بيوتي مو فلوكس مو ونارين تصور جنب بعض بحفله انس، شفت واحد الله صور جنب بعض حول ولا قوة. قاعد تتكرر المصيبة قاعد تتكرر خلاص بكفي إذا ما حدا بحب حدا خلاص. بحفلة أنس في يوتيوبر قال لبنت لا تعيط بحبك والله انه كلب هاليوتيوبر. ويذكر ايضا ان ابو الروب مؤخرا نشر بوست في الانستغرام علق عليه الله يعين النساء اللي في المسبح. ومؤخرا راى البعض ان غيت مروان قام بالرد على ابو الروب باخر صوره له على الانستغرام، حيث كان رد غيت مرحبا انا مدير المسبح انت مين. ويعتقد البعض ان غيت مروان قصف ابو الروب مجددا بعد فيديو عبود الذي شاركه فيه ابو الروب حيث قاموا بالحديث عن غيت مروان ونارين. واما عن اخر اخبار غيت مروان فغيت اعلن انه سيقوم بتصوير سلسلة جديدة في قناته، ومن الواضح جدا أن غيت سيقوم بعمل سلسلة مثل سلسلة نارين بيوتي، والواضح أن أول فيديو من هذه السلسلة سيكون اشتغلت في تصليح السيارات. ونتمنى من غيت أن يكون أفضل من نارين وأن لا يطرد من أول يوم له في العمل. أعطونا رأيكم التعليقات حول هذا الخبر. وأيضا يذكر أن غيت مروان لم يحضر حفلة أنس الشايب رغم علاقته الجيدة به، والكل يتساءل مؤخرا عن سبب غياب غيت مروان عن حفلة أنس الشايب، لكن من الواضح أن غيت مروان فضل عدم الحضور لأسبابه الشخصية التي ما زلنا لا نعرفها حاليا. صباح الخير جايز، طالع صور فيديو من سلسلة جديدة اليوم، مش اليوم الفيديو الجاي حيبلش إن شاء الله هتعجبكم. أوكي كنت عساس أنه أنا إيه لا خاصتك هاي رامز اليوم إحنا ورامز وغيث موجودين هون عند رامز، طبعا قاعدين صور فيديو اليوتيوب لغيث مش إلي لغيث لغيث. خلص تصوير وحابلكم الفيديو طلع نار إن شاء الله، يا بكرة يا بعد بكرة حينزل ليكو شكل كيف شكلي مبهدل أكل هوا أنا. وأيضا اليوتيوبر أنس الشايب اعتذر من متابعيه لعدم نشره فيديو الحفلة وذلك بسبب مشاكل التقنية، وصرح أنس أن الفيديو سيكون غدا متوفر على منصة اليوتيوب، والكل متحمس لمشاهدة حفلة أنس. فمبروك لأنس الشايب بهذا الإنجاز والمزيد من النجاح والتألق. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو الجاي.